الصورة أعتقد الصور الجميلة في أي مجتمع وفي أي وطن مرتبطة ببعضها، الكلام الجميل اللي كنا بنسمعه في هذا العمل التاريخي مصر تتحدث عن نفسها مرتبط بأننا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أي حدث يقام على أرض مصر يخرج بالشكل الأمثل، وأي صورة ذهنية في العالم في أي مكان في العالم مرتبطة بمصر تكون أفضل ومن الجيد إلى الأحسن إلى الأحسن إن شاء الله، وصولا لأفضل مستوى ممكن ومأمول منا جميعا لوطننا في كل المجالات ومنها طبعا الرياضة وكرة القدم. لازم أبدأ الحلقة دي بالشكر والتقدير والاحترام لجماهير النادي الأهلي على المشهد الرائع وعلى الوعي اللي شفناه في المباراة السابقة، رغم عدم استمرار مشوارنا الأفريقي في هذه النسخة من دوري الأبطال وعدم القدرة على تعويض نتيجة المباراة الأولى، وفي طبعا عوامل كثيرة أثرت هنتكلم عنها باستفاضة وهنسمع رؤية ضيفنا الناقد الرياضي الكبير أستاذ إبراهيم حجازي، لكن وعي الجمهور، وعي اللاعبين، احترامهم لجماهيرهم ولمجلس إدارة ناديهم، اعتذارهم، شعورهم بأنهم كان يمكن أن يقدموا الأفضل أو كانوا يتمنوا أن يحققوا الأفضل، ودي صفحة هنقفلها النهاردة بهذا الحديث ونركز في اللي جاي وفي منافساتنا في الدوري وفي استعداداتنا لكل بطولاتنا القادمة على المستويين المحلي والدولي، لكن بشكر جماهير النادي الأهلي مرة تانية وتالتة ورابعة وخامسة لأنهم كانوا على درجة عالية جدا من الوعي. دي الصورة اللي احنا عايزينها قبل ما تجرى مباريات نهائيات كأس الأمم على أرض مصر 2019 قريبا إن شاء الله، وده الحضور الجماهيري اللي بيخلي فيه روح حقيقية وفي شكل جميل في المدرجات. جمهور النادي الأهلي كان على أفضل صورة ممكنة وأفضل وعي ممكن، وتشجيعه ودعمه لفريقه ومنح الثقة لهذا الفريق وبيقول لنجومه احنا واثقين في قدراتكم على تجاوز المحطات القادمة على كل المستويات محليا ودوليا إن شاء الله.